شوف يا صديقي الفيديو ده، شوف كام واحد في المدرجات بتاعت قطر عمال بيصور ميسي لوحديه، اسطوره الاهداف والارقام والنتائج. ومع كل ذلك الارجنتين وشعبها شايفين ان ميسي متخاذل. عارف ليه؟ هقول لك يا صديقي النجم، بس ما تنساش تعمل لايك عشان خاطر اعرف ان انت اتفرجت على الفيديو، كمان ما تنساش تعملها شير لكل اصحابك، واخر حاجه اعمل بقى فولو للصفحه عشان خاطر كل فيديو جديد ينزل حضرتك اول واحد تتفرج عليه. توكلنا على الله. في يونيو سنة 1987 يتولد الأسطورة ميسي، اللي حرفيا هو أسطورة في تاريخ الكوكب كله في كرة القدم. اللعيب لو انت اللي بتشجعه هتنبسط جدا، ولو كان خصمك بتبدأ تقلق وتخاف منه قوي. لعيب مش شايف اي حاجة في الملعب غير الكرة وبس. في احصائيات كتير بتقول ان ميسي بيشوف الدنيا ببطء عشان خاطر كده بيعرف يعدي اسرع، ودي حاجات بقى فيزيائية ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. بس خلينا نقطة دلوقتي التخاذل اللي الشعب الارجنتيني شايف ميسي فيها. وعلى الرغم انجازاته الخرافية اللي كانت موجودة في نادي برشلونة ساعة لما كان موجود هناك، الى ان يا صديقي شعب الارجنتين شايفين ان ميسي متخاذل. تخيل ميسي مرعب حراس المرمى والمنتخبات، الارجنتين كلها شايفه ان هو متخاذل. هقولك في سببين مهمين جدا للموضوع ده. السبب الاولاني المقارنه ما بينه وما بين مارادونا، وعلى الرغم ان انجازات ميسي اكتر من انجازات مارادونا بس ما جابش كاس العالم. يبقى ميسي شخص بيشتغل لنفسه بس، ما بيشتغلش لبلده، والعقده دي مش موجوده عند ميسي وبس، معظم اللعيبه اللي موجوده في العالم. تعالوا نتكلم على صلاح شوية. محمد صلاح محدش ينكر الانجازات الكبيرة اللي هو عملها، لكن اول شيء يقال عندنا هنا في مصر انه ما عملش اي حاجة للمنتخب، على الرغم ان محمد صلاح في بطولة افريقيا اللي فاتت سنة 2021 تقريبا اللاعب الوحيد اللي لعب في جميع المراكز، باك ليفت وباك رايت وخط نص ودفاع وهجوم وكل مكان، كان ناقص بس ان هو يقف حارس مرمى. غير كده اكتر لعيب تقريبا في البطوله كلها لعب دقائق المباراه، والاهم ان مصر وتقريبا المنتخب الوحيد اللي لعب اكتر دقائق في البطوله. وعلى الرغم من كده محمد صلاح متخاذل مع مصر. يا جدعان ده صلاح. هي الشعوب كده، طالما ما عملتش انجاز واسم لبلدك يبقى انت كده متخاذل وما بتعملش غير لنفسك. يعني مش عايزين نتكلم بقى عن نقطة التبرعات والحاجات اللي زي كده كتير، لان هم برضو مش هيتكلموا في الحته دي. هيتكلموا ان في واحد اسمه ساديو ماني جاب بطوله افريقيا للسنغال، بس مش هيتكلموا انه يقولوا ساديو ماني عمل جوامع وعمل مساجد هناك. برضو مش هيتكلموا ان واحد زي محمد صلاح عمل مدارس وحاجات زي كده بس هو ما جابش بطوله افريقيا. سيان هي الشعوب يا صديقي بتبقى قاسيه، وده الوضع اللي بيحصل مع ميسي. وعشان خاطر ما حققش كاس العالم، ده السبب الثاني اللي مخلي الارجنتين كلها شايفه ان هو راجل متخاذل. انت دخلت 5 بطولات كاس عالم، عملت فيهم ايه؟ طلعت فيهم الوصيف، ما خدتش الكاس. مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين الكاس. وادي البطوله السادسه دلوقتي اللي بيلعبها ميسي في قطر. لو ميسي ما جابش كاس العالم الناس هتفضل تتغزل وتتغنى بكلمه مارادونا اللي جاب كاس العالم سنه 1986. طب يا جدعان ما انا جبت لكم كوبا. لا احنا عايزين كاس العالم، لان مارادونا يعتبر هو الوحيد اللي عمل اكبر انجاز وهم شايفينه بعينيهم. طب انا عايز اقولك على مفاجاه كبيره. في وقت من الاوقات كان مارادونا كان مدير الفني للمنتخب الارجنتيني، محدش اتكلم معاه نص كلمه، والاتهامات كلها كانت رايحه في وش ميسي. طب يا جدعان ده مارادونا هو المدرب، احنا ملناش دعوه، انت اللي بتلعب. ودي نفس الطريقه بالظبط اللي بتحصل مع صلاح. احنا مش شايفين اي مدرب، احنا شايفين صلاح معانا، وطالما صلاح معانا يبقى صلاح هو لازم يجيب لنا الكاس. كم انت قاسيه ايتها الشعوب. وعلى الرغم يا صديقي النجم من الفيديو اللي انا وريته لك من الاول للناس اللي عماله بتصور ميسي، الى ان الناس عماله حتى الان بتتغنى باسم مارادونا. طب احنا عايزين نسال سؤال يا هارون، انت ليه اتكلمت عن ميسي وما اتكلمتش على كريستيانو السي ار يا جدع؟ بص هو كريستيانو محتاج له حلقة لوحده، بس احنا لو هنعمل لكريستيانو حلقة احنا ممكن نعمل 15 حلقة عن ميسي. والغريب اللي انا عايز اقولك ان في ناس كتير بتتمنى ان الارجنتين تاخد كاس العالم دلوقتي عشان خاطر شخص واحد بس، ميسي. ميسي يا جماعة صعبان على العالم كله، حتى الفرق اللي طلعت من كاس العالم اول جملة بيقولوها
احنا عايزين الارجنتين تكسب عشان خاطر ميسي. وانا عايز اقول لك على مفاجاه كبيره، لو كانت الارجنتين طلعت من الادوار الاولى خاصه الاداء المتواضع بتاعها قدام الفريق القوي اللي كان ساعتها فريق السعوديه، كان هيبقى في شكل تاني خالص لميسي. كان ميسي من الاخر كده هياخد جنسيه تانيه غير الارجنتينيه. بس بصراحه فرقه السعوديه كانت رائعه. هي ما كانتش رائعه في الماتش ده بس، بصراحه كانت رائعه في البطوله بس هو الحظ. لكن دلوقتي احنا معانا فريق المغرب، ربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله ويوفقهم، ولو حتى الطريق وقف احنا فخورين بيكم جدا. الرمز ده بقى انا حطيته في نص الفيديو، يا ريت بس حضرتك بقى ايه تجيبه وتعمله سكرين شوت تبعتهولي على الانستجرام ده. يعني لحد ما ان شاء الله باذن الله نتقابل في حلقه جايه نشجع المغرب ونشوف الحلقات بتاعتي. اهم من المطوشه، اهم من المطوشه، ماشي؟ عقبال ما اعمل سندوتش جبنه وارجع مش عارف اغير اخليه جبنه، اصل الجبنه برضو يعني انا بحب الروكفورد. بتحب الروكفورد؟ تحبوش صح؟ لونها اخضر كده والله. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. سلام.